يا ابراهيم. زيد يا مرحبا اخي. الو، ايوه نعم ابراهيم. ابراهيم انا معك. السلام عليكم يا شيخ. السلام والرحمه. يا ترى يا شيخ، يا شيخ انا حلمي طويل طال عمرك. الطويل اذا طويل نجعله تحت الهواء. لان الحلم طال عمرك وانا طالع من الدوام. ايه. اقول لا. الحلم ولا؟ اذا طويل خلاه تحت الهواء، ايش رايك؟ والله على راحتك يا شيخ. اللي رايحك ترى احنا في خدمتكم. والله على راحتك، بس الحلم يعني مو بطويل، 5 دقائق مثلا؟ لا لا دقيقتين بس. دقيقتين لانه مش يلا هات هات تفضل قول. اوكي يا شيخ الله يسلمك، وانا طالع من الدوام. يا زين. الله يكرمك، وانا في الطريق انجربت علي السياره. الله المستعان. نعم، وتوفيت يعني تقريبا حاله وفاه كانت اتوقع، لان الشباب كلهم كانوا ملتمين علي وتوفيت. زين، هذا في الرؤيه. نعم. ايه. وانا في الطريق وتوفيت الله يسلمك، وما حسيت بعمري الا في المستشفى واهلي يغسلوني. زين. واقول لهم انا مو ميت، انا عايش، بعدني اني عايش مو ميت. يعني وقاموا يغسلوني وقاموا ينظفوني. عقبها ما حسيت بعمري الا داخل المسجد. يصلون. يصلون علي. واسمع كل شيء، واسمع اهلي يرمسون، واسمعهم كلهم يصايحون. بعد فتره لان في الطريق موديني القبر. وحامليني كله. يعني اشوف اهلي، اشوفهم انا في الحلم يعني مو اشوفهم هم يشلوني، ابوي واخوي وخالي وعمومتي كلهم يشلوني. شويه ادخل القبر ويجيني ملك، يجوني الملكين. ايه. سالوني السؤال يعني سالوني الاسئله. سالوني من ربك؟ قلت ها لا ادري. ما دينك؟ قلت ها لا ادري. ضربوني بالمزربه، ما حسيت بامري الا تحت. قمت من النوم وصفرت الله سبحانه وتعالى وقمت صليت. لما استيقظت ماذا كان شعورك؟ بالخوف. زين، لمثل هذا اليوم فأعد. علم المقصود لمثل هذا اليوم استعد. يعني أنت تصلي؟ يا شيخ والله للأسف ما كنت أصلي. إذن الله عز وجل إذا حب عبدا رآه ماذا سيفعل به إن بقي على حاله؟ يعني اما اعطيك مثال اخ ابراهيم، خلك وياه عادي اسال ما في مشكله ولا تستحي. زين الان انت لو على الحقيقه هذا ما كان منام وكنت على الحقيقه ميتا وفعل بك هذا، ماذا سترجو من ربك؟ الرحمه. وان تعود للدنيا صح؟ نعم. ولعلي اعمل صالحا صح؟ نعم. الان انت رجعت الى الدنيا، حتى لا يحدث بك ما رايت في المنام، استقيم كما امرت. الله عز وجل يا ابراهيم إذا حب عبدا يريه رؤيا ما سيجري به إن بقي على حاله. صحيح. فأنت تصور أنك مت وأنت ما تصلي وستحمل، وهذا 100% سيأتي عليك هذا اليوم، لا تقول لن يأتي، أتى على خير الأنبياء وأتى على شر الناس. علم؟ فأنت استعد لمثل هذا اليوم، أعد لمثل هذا اليوم يا أخي، ما تصوى الدنيا كلها، لن ينفعك أحد. إياك أن تكون نهايتك مثل هذه، مثل ما رأيت. علم؟ آمين، صلي واستقم وأصلح نفسك ووادع نفسك. وحرض النفس على الصلاح، لان هذه النفس ما تشبع من الدنيا ترى. اكيد. علم؟ وغير الصحبه. غير الصحبه، لاني لا اعلم رجل يترك الصلاه الا كان بسبب ربعه. زين؟ نعم. فغير الصحبه، عليك بالصحبه الصالحه. باذن الله. يا مرحبا، بس الله لي ولك الهدايه. احمد